ماما. ماما، وأخيرا رجعتي؟ أنا هون ابني، كل شي رح يتحسن. اللي أنت منيح. كيف نزلت لتحت؟ شو عرفني كيف نزلت؟ نحن كنا حابسينا بالصندوق، كان لازم تختنق وتموت جواته. ما بعرف كيف قدرت تنزل. ماتري وين كنتي؟ كنا خايفين عليكي. خطر على بالي أفكار مو منيحة أبدا. وين كنتي؟ إيه بنتي خوفتينا عليكي، وين كنتي؟ بحياتي ما كنت متخيلة إنك رح تعملي هيك شيء. احكي، ليش هيك عملتي معي؟ شو استفدتي من اللي عملتي؟ جاوبيني. وقفت معك ودعمتك بكل خطوة من وقت ما كنا أولاد صغار. أنا كنت مفكرة إنه صداقتنا قوية ومستحيل إنها تنتهي. كنت مفكرة إني استرجعت رفيقتي ناندو، بس للأسف طلعت غلطانة وما بفهم. ما فكرت للحظة إنه ممكن تخدعيني. بس هلأ كل شي صار كتير واضح بالنسبة لي. سارانش أثر عليكي وصرتي إنسانة سيئة مثله. أنتي بدك تنهي حياتي؟ حبستيني بالصندوق وتركتيني لحتى أموت؟ وقت اللي كنتي حامل بابنك نانديش، أنا كنت دائماً واقفة جنبك. وقت أنا كنت حامل بسويام، أنت وقفتي معي. ليش عم تعملي هلأ هيك ناندو؟ ليش بدك تأذيني؟ كيف نزلتي لهذا المستوى؟
لا تكذبي علي، أنا هلأ عرفت كل شيء. هي شاكة أنه اللي صار مع أمي ما كان حادثة وأنه في حدا دفشها، بس بصراحة أنا خايف عليكي أنتي. أنا عرفت الحقيقة ناندو، كل شيء صار واضح، أنا شفتك وقت فتي على غرفتي وبعدين ضربتيني على رأسي وبعدين سحبتيني وحطيتيني بالصندوق. مفكرتيني ما عرفت إنه هي أنتي؟ مو بس أنا، مرت عمي كمان عرفت حقيقتك. ليش؟ قولي لي هي بشو غلطت معك؟ أنتي ليش؟ ليش؟ ميتري أنا ما عم بفهم شو عم تقولي. ارتاحي شوي هلأ، نقعد ونحكي بعدين. ايه بنتي، هارش معه حق، منحكي بعدين على رواق، انتي ارتاحي هلأ. انتي وين كنتي؟ كلياتنا كنا خايفين عليكي. ايه بنتي خوفتينا عليكي، وين كنتي؟ انتي وين كنتي؟ كلياتنا كنا خايفين عليكي. انتي ايه بنتي خوفتينا عليكي، كلياتنا كنا خايفين عليكي. ارتاحي هلا، رح ورجيكي ماتلي. شو فاتي عليك؟ وراح ضل عم حاول كمان لحتى اقدر انهي حياتك. بتقولي انه انت رفيقتي ماتري؟ بس شو عملتي؟ بتقولي انك رفيقتي؟ قولي شي مرة فهمتي علي؟ ها؟ لا، ولا مرة فهمتي علي. لو كنتي بتفهمي علي كنتي حسيتي قديشني موجوعة ووحيدة، وكنتي عرفتي إنه حياتي تعيسة. أنا ضليت ضحي كل الوقت بس ما حدا كان شايف هالشي. كل الفضل كان يروح بالنهاية لعند ماتري الرائعة، حتى كل العيلة